السلام عليكم. تعرف منطقة دارسي طويل في ولاية بورقلة استثمارات فخمة في إنتاج الحبوب وبجميع أنواعها، وكذلك إنتاج الذرة، والآن بدأت الاستثمارات تتجه نحو إنتاج البذور الزيتية في المنطقة نتاع إذن ولاية ورقلة، وبالخصوص في منطقة كاسي طويل يعني المناطق المحيطة بها، حيث أنه زار والي ولاية ورقلة إذن بعض المستثمرات الجديدة التي انطلقت في ولاية ورقلة، واللي الآن أصبحت فيها يعني التحكم في وسائل الإنتاج ووسائل الري كذلك، وفيه يعني تم تقديم رخص لحفر آبار جديدة في ولاية ورقلة من أجل الري نتاع المستثمرات الجديدة هذه، وكذلك تم وضع وسائل إنتاجية، وسائل تاع الري يعني المحاور يعني الري المحوري، يعني حوالي الآن أكثر من 120 محور تم يعني وضعها في هذه المستثمرات الجديدة، واللي يعني على حسب يعني الملامح الجديدة لهذه الحركة الاستثمارية الفلاحية في ولاية ورقلة سوف تجعل من الولاية رقم واحد العاصمة الوطنية للإنتاج الفلاحي تاع يعني الفلاحة يعني الاستراتيجية، الفلاحة الصناعية، يعني المنتوجات الاستراتيجية اللي إن شاء الله وهذا ما نصب إليه نوصل إلى الاكتفاء الذاتي في كل هذه المواد اللي ذكرتها من حبوب وذرة وحبوب يعني الصلبة واللينة، كل هذه المنتجات الاستراتيجية في المنظومة الغذائية العالمية، إن شاء الله ندخل في المرحلة نتاع الاكتفاء الذاتي بفضل هذه الاستثمارات الضخمة على أعلى مستوى. إذن إن شاء الله يكون فيها خير. نترككم تتابعون هذا التقرير الهام في الموضوع، والسلام عليكم. غير بعيد عن حقول النفط بحسي مسعود، تمكن الحاج إبراهيم من تحويل أراضي صحراوية جرداء بمنطقة قاسي طويل إلى جنة غناء تجود بمختلف المنتوجات الفلاحية، لا سيما الزراعات الاستراتيجية التي خصص لها ما يقارب 1000 هكتار. قبل ما يجي القمح مركزين على البطاطا، وفي وقت نحو البطاطا ما يجيش في وقت الرياح وكذا ندروها قمح، وفي الصيف ان شاء الله ندروها ميز. كما استطاع المستثمر عبد القادر بفضل المرافقة التقنية الدورية من تحقيق نتائج باهرة في زراعة الحبوب، بداية مشجعة جعلته يطمح إلى توسيع مشروعه الزراعي في حال تدليل العراقيل وإيجاد التحفيزات. الموسم الأول كانت غير زوج 40 هكتار، والموسم الثاني هذا زدنا 20 هكتار واحدة أخرى، وسعنا المزرعة، والوقت الحالي نسعى لنزيدوا أكثر وأكثر. جبنا من خارج محاور جدد راه محطوطين معناها بدون استغلال. طموحاتنا نزيد، ما كون يعطيني الارض نزيد 10 بيفوات اخرين، غدوه العام الجاي نزرع 200 هكتار، ربع 300 هكتار، معناها سلعتها موجوده. الشيء اللي اعطى دفعه قويه لهذ المستثمرين هو برنامج السيد رئيس الجمهوريه لايصال الكهرباء للمحيطات. تجارب ناجحه في الزراعات الاستراتيجيه جعلت من منطقه قاسي طويل قطبا فلاحيا بامتياز، سخرت له السلطات كل الامكانيات الماديه والبشريه.